مصر اليوم للحياة الآن قال: المتهمون أولا أداروا ظهورهم للمحكمة ولوحوا بإشارات رابعة. وهذه صور مباشرة تشاهدونها مشاهدينا، الصور المسجلة التي بدأت تذاع بالفعل، الصورة نقلا من التلفزيون المصري، نتابعها مع حضراتكم. لحظة دخول المتهمين إلى قفص الاتهام، ده الدكتور سعد الكتاتني زي ما حضراتكم شايفين، حمدي حسن عضو مجلس الشعب السابق، ومجموعة من القيادات الإخوانية اللي حضراتكم بتشوفوهم أمامكم على الشاشة. لحظة دخولهم إلى أقفاص الاتهام، صبحي صالح وعصام العريان زي ما شفنا دلوقتي. هذه الصور مباشرة مشاهدينا بتشوفوها، لحظة دخول المتهمين إلى قفص الاتهام في بداية الجلسة، هي صور مسجلة بطبيعة الحال، وكما ترون يعني بيرفعوا إشارات رابعة في الصور السابقة. نتابع. شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. مشاهدينا حضراتكم ترون أمامكم على الشاشة الرئيس المعزول المتهم محمد مرسي، وهذه الصور يتحرك فيها ذهابا وإيابا كما